السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، التفصيل والخياطة مع أم جمانة. البنات اليوم راح نديرو بيجاما تاع بنت صغيرة، بنوتة صغيرة. غادي نديرو هاد البيجاما تكون حوالي، خاطش أنا ما عنديش المقاسات، غادي ندير هكا نقول بالميز تاعي. راح ندير حوالي عامين ولا 3 سنين، سنتين ولا 3. عندي البنات هاد الكتان، هذا بولير، هذا شوفوا لا كولير غوز، في هذا لي فلور هادو. وش راح نستحق؟ نستحق هاد في الساقل، عندي في الغوز، عندي في البلو، عندي في هذا ترونسبارون، بصح مازال ما عرفت واش ندير. هادو كانوا عندي، ونسحق لاستيك باش نتكو السروال تاع البيجامه. دوك البنات راح نبدو طريقة التفصيل. عندي البنات ها هي ميطرة، هاد الميطرة اللي راه عندي راح نفصلوها الجهة اللي تجي مكسلة، الجهة اللي تكسل فيها. هاي البنات ساوي الكتان تاعك مليح، طويت هاد الجهة غير هكا بجهة، مهم ديري الجهة اللي تكسل، مديريش اللي ما تكسلش، الجهة اللي تكسل ديريها في الجهة العرض، والطول ديري جهه اللي ما تكسرش. راح نديرو بالميز، راح نقلع انايا الاولى. دوك نقول لكم انا شحال ديت هاد الكتان، ديت 34 سنتيم اللي هي 68 سنتيم كاع كامله. راح ندي طول، الطول تاع كيما نقولوا جهه فوقانيه، راح ندي ما راحش ندي بزاف، راح ندير طول هكا 35 حتى 36. قلتلكم انايا ما عنديش العبار تاع هادي تاع هاد البنت، عندها قالوا لي عندها حوالي عامين، عامين ونص. انا راح نسي ندير مقاسات تاعها، شي قالوا لي شويه عريضه تبارك الله. ها هو وينا، شوفوا هكا، وزيد طويت الكتان كيما هاك. شوفوا البنات ما طولتش معكم، ما راحش نطول معكم. درت الكتف هنا 22 اللي هي ولات 11 سنتيم، ها هو 17 سنتيم، ودرت دوران الصدر 56 سنتيم. من بعديها راح تمقسيها، تدخلي هنا بواحد سنتيم هنايا، ومن بعد تخرجي نورمال. هذه ما فيهاش كيما نقولوا لاطاي، تخدميها عادي. شوفوا البنات راح ندو هنايا دوران الصدر، راح نقلعوا تاع الرقبه 2 سنتيم، من لهنا ديت 5 سنتيم. شوفوا البنات من لهنا ديت 5 سنتيم، هذه هوت 2 سنتيم. راح نهودو شويه عند الاكتاف هكا 1 سنتيم، ومن بعد ها هي راح تقلعي، ها هي قلعنا، راح نديرو قلعنا الظهر، راح نديرو الصدر، راح نهودو بحوالي تهويده كامله، راح تكون 3 سنتيم. ها هي 3 سنتيم، وراح نفتحوها في الوسط هكا، هذه تاع الصدر نفتحوها 5 سنتيم، راح نديرو نزيدو شويه نديرو 6 سنتيم. ها هي وينا، هذه تاع نجمو نعاودو نهودو شويه، نبغيها شويه محلوله من قدام، نزيد نهود. هادوك نقول لكم شحال هوت، تهويده كامله راها في 5.5 سنتيم، 5.5 ولا 5. ها هي وينا، هادي تاع من قدام. راح نديرو لي مونش، شوفوا البنات راح نديرو دوك لي مونش هكا. تحكمي تاني ديري العرض الجهه اللي تكسل باش كاع تجي مزيره، ولا ما تكونش تعرفي لاطاي ما تخافيش منه يتكسر الكتان. تحطي موش، تحطي موش تاعك هكا، راح تخدمي الدوره تاع تاعك. ها هي وينه، هذه الدوره. راح نديرو الطول
نورمالمون الطول كامل راح ندير 30 سنتيم، انا راح ندير حتى 25 سنتيم باش ندير هذيك البوندانا هنا اللي تجي من تحتها. راح ندير 24 سنتيم، هذيك 24 هنايا، وراح ندير العود راح نديرو هنايا. انا راني ندير هكا كيما نقولو بالميز، نديرو 20، راح نديرو 18 سنتيم. ما نعرفش انايا هنايا، راح ندخلو شويه ونعاودو حتى نكون درنا هنا هكا. علمي هنا الوسط تاع الليد، ها هي وين راح تزيديها بوندانا. هذيك بوندانا راح نزيدو فيها حوالي 7 سنتيم هكا، راح نخدمو بوندانا 7 سنتيم. ها هي وين هادي، شوفو توجو ديري الجهه اللي تكسل. هادي درت فيها قريب 8 سنتيم، نزيد نهودها شويه. ها هي رجعتها 7.5 سنتيم مع الخياطه. هادي مقصي وطول راح تدي، ها هو المونش تاعك. خليه زيدي شويه، معليش الخياطه ولا توجو زيدي شويه، خملي تنقصي. هاهي تنقصي على اثنين، هاهي ولات على زوج. هادي مونش الاولى وهادي مونش الثانيه. دوك كملنا الجهه الفوقانيه، خصنا من بعد نديرو لها هنايا هاديك تاع الفساقين. هما بياسات هادو اللي راح نديرهم هنايا في عند تاع الفساقين، من بعد الزياده نقلعها. دوك البنات بقالي السروال، عفوا البنات قبل ما نديرو السروال راح نديرو هذيك كيما نقولو حنا البيي اللي راح ندوروه على الرقبه، شغل نخدمو شغل كي كول ستيل كول شي بي كول. عفوا تبغي ديري بي، تبغي انا راح ندير كول سامبل. راح تدي هاد الدوره تاع الرقبه وتدي تاني تاع الامام والخلف ولابر تاعهم، وراح تمقصي راح يجي لاصق هنايا. انتيا والاختيار تاعك كيفاش تبغي، تبغيه داير، تبغيه داير ولا تبغيه كاري عادي. دوك البنات بقالي السروال، تاني ها هي ندير الجهه اللي تكسل. هو انا كيفاش راح ندير السروال، راح الطول تاع السروال راح ندير فيه 40 سنتيم، من بعد نزيد هذيك البوندانا من تحت راح ندير 40. انا والله يا البنات راني ندير بالميز، مانيش عارفه انا كاع هذه قداش طويله قداش، ان شاء الله تجيها. متر كتان تخدم لك العبار تاع عامين ونص حتى 3 سنين تخدم لك. جاي وافي الكتان. راح البنات هنايا شوفوا هنايا، تبعوا معايا مليح هنايا. انا راح نقول لكم راح نهود ب 20 سنتيم. ديك هي ما عندي الحزامه هكا، خاش قلت لكم هاد البنت شويه عريضه، هنا راح نخليها. شوفوا البنات
البيضات كما راها هنا. كذلك كتان كيكون ايد كسه ما تخافيش منه على هاد جوج الخيط من جهه العرض. هاي البنات هنايا راح تزيدي، انا تبالي هنا راح ندير حزامه وحدها، راح ندير بوندا وحدها تاع الحزامه باش ما يجيهاش ضيق السروال. وهنا راح ندير بوندانا صغيره كما درت لي مونش. هاني البنات كملت السروال، ها هي هذه تجي من تحتها، وهذه تاع من فوق راح ندير لاستيك، هذه ثاني تجي من الفوق تاع لاستيك. دوك البنات راح نروحوا لماكينه الخياطه وراح نوريكم طريقه الخياطه ان شاء الله. شوفوا البنات دوك راني نبدو بالسروال باش نقلعوه كما تشوفوا، تخيطي منه ومن السروال، تبلعي هاد شويه من ومن. شوفوا البنات تبلعي منا بعد ما تخيطيه من ومن، ها هو هنا شوف كي يولي سروال هكا. راح هذه اللي درناها من فوق تاع لاستيك راح تلصقيها كاع، تخيطيها تبكيها منا، تخيطيها كاع. هاي البنات انا لصقنا تاع ندخلوا لاستيك. دوك قبل ما نبلع السروال راح ديري هادو لي بونيوز هادو، ولا كل واحد كيفاش يسميهم، كما انا خطاش نقولهم لي بوندانات، ديري لي بونيوز هادو تاوعك، ولا ديري الا كنتي شاريه هادوك لا كولير وخد اخرى، ولا لي كوت هادوك تاني بلي كوت تجي شابه، تلصقي هادو تسقو هادو لي ريبونيوز هادو. ماب الى عندك لاكولير وخفرا في البلو في الكري على حساب هاد لي كولير لي في الكتان، تجمي تسقيهم تدخلي دو كولير او مالي كولير ديريهم في بلاصة هنايا في بلاصة ريبونيوز، تعاودي تخيطي هكا جيها من فوق. البنات ها هي تخيطي باش تجي خياطتك متقونه. نعاودو جهه زوجه. هاني كملت السروال، هاني بلعت، شوفوا كاع بلعت منا ومنا هنا بلاصه تاع لاستيك، من بعد ركب لها لاستيك. دوك البنات عندي هنايا تاع ها هي جهه تاع الصدر وين حليتها، راح هادو قبل راح نخيطهم، راح تخيطيهم هكا هاك ومن بعد تقلبي ومن بعد نركبوه هنا وهنا نوريكم. هاي البنات تلصقت هادو، راح تحكمي كيما هاك وتعاودي تخيطي باش تجيك متقونه. خيط هنايا ها هي ها هي، راح نلصقو لصقنا هادي دوكا، راح نلصقو الكتاف راح نبلعوهم. شوفوا البنات انا لصقت الكتاف ها هي وينا الحله تاع هي تاع الكبار. الكول هذا بلعيه خليه هنا شويه محلوله ومن بعد كبيه، ومن بعديها راح تبدي تلصقي فيه هكا، تبديها من هنا هنايا وطوري عليه كاع كيما هاك. دوك البنات راح نبلعو الكول، ها هو الكول راني خيطته. عفوا البنات دوك راح نلصقه، نلصقه كيما هاك، راح نلصقو كاع. راني كملت الكول ها هو هنا مع اللصق، من بعد شباقي لي لي مونش لصقت لهم لي بونيوز هادو تاعهم
كما نقولوا انا كما نقول لي بوندانيس، بصح انا هي نورمال ما نسموهاش لي بوندان، انا نقولها كيما هاك. ها هي لصقت لي بوندوز هادو، دونك راح نبلاصي لي مونش كيما هاك. وش راح يبقى لي؟ راح تبقى لي نديرولها العطفه ونبلعها، وبعد تركبي لها هنا الساقين، هنا ديرلها زوج تاع لي بوطون ولا ثلاثه، والسروال دير له لاستيك، وتكون بيجاما كملت. دوك البنات دوك راح نكملها وراح نوريكم النتيجه النهائيه ان شاء الله. هاي البنات انا كملتها، هاي بيجاما، ها هو الكول لصقناه، درت هاد لي بوطون ترونسبارون، درت لها ثلاثه، الاخرين جاوني شويه كبار، درت بابيون هنا في الوسط باش شويه نزوقها، درت لها هاد النيبول هادو غري كانوا عندي، ها هي هنا جات مليحه. السروال ها هو السروال راه كمل ثاني، ان شاء الله برك يجي قدها، ماكاش عندي لاطاي تاع 2 حتى 3 ما عنديش لاطاي تاعها. ان شاء الله البنات الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في قناه تفصيل خياطه مع ام جمانه، وان شاء الله راح نزيدو نديرو لي فيديوهات جدد ان شاء الله. دونك ما لي غير نقول لكم الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.